اخوان السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفلوق ديال اليوم الاخوان تبارك الله الله الخروف هذا كما تشوفوا معايا، شريته من سوق 3 بتاريخ 3/1/2022. الخروف زين تبارك الله، ولكن ما يستاهلش هاد التهريس حتى الناس اللي تهرس عندهم الله يهديهم خلقو صاف، ما صوبوا ليه شيت الله يدير الخير. 750 درهم باش شريتو تبارك الله، 750 درهم. ان شاء الله الاخوان غادي نديه للدار، غادي نحيد ليه هاد الجبيره اللي دايرين له، وغادي نغسلها ليه بليدام، تنقول لك ليدام ودينار. مازال الاخوان ان شاء الله غادي نصوروا معكم المراحل كامله والله يدير الخير. صراحة خروف زين تبارك الله، حتى الفراقش عندو راه كما شفتو السيد اللي كان عندو راه كان شي خرج من الكوري الله يدير الخير تبارك الله اللهم بارك. هنا الاخوان بعد ما وصلتو للدار كتفتو غادي نحلي هاد الحزام اللي دايرين، غادي نغسلها بكيطادين، هو اللون عاد ان شاء الله غادي ندير ليها ودين عالي. المهم غادي نحلها ونشوف واش غادي نتسلو. الاخوان بعد ما نقيتها ليه بالبيطادين كما تشوفوا الرجل راه انا الاخوان كما تشوفوا معنا سي مصطفى غني عن التعريف هو اللي غادي يجبرو، نتمنوا من الله التيسير. دعوا معنا الاخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع، نتمنى يعجبكم الفلوق اللهم يسر.